وحصلت لك مقابلة، ازاي كنت بتقنعهم في المكتب بيك وانت راجل ما اشتغلتش في النظام القضائي نفسه؟ واحنا بالنسبة لهم بقى ان النظام القضائي في الدولة دي يبقى مختلف، ازاي كنت بتنجح في اقناعهم بخبراتك وخبرة ال 12 سنة الكبيرة اللي انت موجودة في مصر؟ ازاي كنت بتعدي بص عمرو بالموضوع ده؟ بيه، الزملاء القانونيين في الخليج على نوعيتين، هم نوعيتين. النوعية الأولى نوعية الإخوة الإداريين اللي ممكن بيتقال عليهم معاقبين قضائيين، ودولت اللي بينزلوا يعملوا خلصوا العملية الأعمال بقى. الإدارية في المحكمة. النوعية التانية هم المستشارين القانونيين اللي بيكتبوا بقى المذكرات وصحف الدعاوى، وانت حضرتك طبعا عارف الكلام دوت كويس. انا من دي وان وفي السي في بتاعتي انا مستشار، مع ان انا ما دخلتش محكمة في الكويت وخلصت ال7 سنين ورجعت من غير ما ادخل محكمة في الكويت، نعم. بس انا ما دخلتش محكمة في الكويت، ولكن كسبت عشرات الاحكام، عشرات الأحكام من غير ما أدخل محكمة في الكويت من خلال المذكرات المكتوبة والدفاع ده المكتوب. نقف بقى هنا ونشوف الحكايه دي، ان انت ازاي كنت بتقوم بعملك كمستشار قانوني وانت ما بتنتقيش، انت ما نزلتش محكمه ولا رحت المحكمه؟ طب كنت بتقابل موكلين وتقعد تتكلم معاهم وتشتغل معاهم عادي يعني؟ انا من نوعية المستشارين اللي مش بيفضل قوي ان هو يقعد مع الموكلين بتوعه يعني انت عايز تقول لي انت بتباشر ملف الدعوه والقضيه من غير ما تقعد مع الموكل بتاعك؟ بالظبط كده، الا اذا انا طلبته. يعني انا فاكر اخر مكتب اشتغلت فيه، في اول اجتماع مع ادارة المكتب طلبت منهم ان ما يقعدونيش مع الموكلين الا اذا انا طلبت. ليه؟ لأن الورق فيه الكفاية. أنت ممكن الموكل يتصل بيك أو يقعد معاك ويشرح لك القصة بشكل معين، عفوا، تفتح الملف تلاقي الموضوع مكتوب بشكل مختلف تاني خالص. ممكن يقعد معاك بعد ما أدلى بأقواله في التحقيقات ويقول لك الحكاية وكذا وكذا والقصة، تقول له طب أنت قايل في التحقيقات غير كده، فأنا هعمل إيه باللي هو هيقوله لي وإحنا قاعدين بنشرب قهوة؟ انا اللي يهمني اللي هو قاله في الورق او اللي الورق بيقوله، لان الاوراق يا عمرو بيه اصدق انباء من الموكل. يعني انت والورق، انت والملف والموكل لو احتجته غير كده لو بس. احتجته هطلبه على فكره غالبا. دي مهاره غريبه قوي، وخلينا كمان نقول لاصدقائنا على فكره، لان انا فكره حلوه قوي يعني انت اوحيت لي الفكره بحته كويسه قوي، ان كتير جدا من زميلاتنا وزملائنا اللي بيتخرجوا من الكليه ساعات بعد سنتين التمرين ما بيعجبهمش اجواء المحاكم قوي، والجدول والوقفه والزحمه والرول والخنقه والتفاصيل دي، وساعات ممكن على فكره يعتزل العمل المهني قبل ما يبداوا اصلا بسبب اجواء المحكمه. احنا عارفين ان ممارسه مهنه المحاماه محتاجه وحوش، فانت دلوقتي بتطلق الضوء على حاجه كبيره، ان انا ممكن اشتغل واكتب مذكرات واتابع قضايا من غير ما انزل محكمه. ده دي حاجه غريبه، لان كل اساتذتنا وزملائنا القدامى دايما بيقول الموضوع ده بشكل كبير. ده بالعكس، ده انا كتير من المتدربين والمتخرجين ساعات بيلوموا على اساتذتهم ان هم ما بيقعدوهمش مع الموكلين وان هم عايزين يحضروا الاتفاقات. مهاره غريبه قوي، عندك تعليق ليه يعني ازاي النقطه دي؟ هو بص عمرو بيه، الكلام حضرتك مظبوط، وانت تقدر تشتغل القضية وتكسبها وتاخد احكام لصالحك من غير ما تقعد مع الموكل ومن غير ما تدخل المحكمة، ولكن الموضوع ليس على اطلاق. يعني انا عملت الكلام ده بعد 12 سنة، كل يوم بصحى الصبح اروح المحكمة، اصحى الصبح اروح النيابة، اصحى الصبح اروح قسم. فما يجيش حد من الاخوة الزملاء او الزميلات يظن ان هو يقدر يلعب الدور دوت بالشكل اللي قلناه دلوقتي وهو لسه في اول شهر او اول شهرين او اول سنة او اول سنتين او اول 3 سنين محاماة. لا، انت لازم علشان تقدر تمارس الدور دوت بالطريقة اللي انا عملتها لازم الاول تكون عارف يعني ايه محكمة، ويعني ايه قاضي، ويعني ايه عمل اداري، ويعني ايه محضرين او مندوبين ومعهم اعلان. القضاء.
دوره ويعني ايه ازاي ترفع قضية عشان تعرف ويعني ايه رسم ويعني ايه خزنة تمام؟ انواع المستندات يعني احنا ما نقدرش نطلع الدور التاني غير لما نمر بالدور الاولاني. مفيش واحد هيقدر يطلع الدور التاني او التالت من غير ما يمر على الدور الاولاني. اذا لو كونت شخصيتي القانونيه ومهارتي وتراكمت عندي الخبره والتعامل، لان يعني كتير جدا من الشباب ما شاء الله سوبر، يعني يقول لك انا خلاص عرفت كل حاجه في المحكمه وكل يوم بروح المحكمه عادي، يعني شايل ملف انا كده عامل زي المستوجي، بروح واجي انا خلاص مفيش حاجه جديده، خلاص بروح برفع الدعوه بقدر الرسم، بروح بجيب بعد الدعوه بعمل التوزيع بقى بجيب له قضايا باجي ما بعملش حاجه غير الحاجات دي كلها، وببقى كاره حياته طول الوقت. فانت بتقول ده جزء اساسي من تكوين شخصيتك ان انت تكون تدخل من الايكو سيستم القضائي، انت تبقى عارف تفاصيله واموره، وبعد كده يا سيدي اعمل اللي انت عايزه، ده اللي انت عايز تقوله. بص يا عمرو بيه، احنا كده داخلين في نقطه يعني لو اللقاء دوت ما فيهوش غيرها يبقى احنا كده افدنا الاخوه والاخوات اللي بيشوفونا. المحاماه عباره عن مجموعه مقومات، مجموعة مقومات تتمثل في الأعمال الإدارية أو طريقة إنجاز الأعمال الإدارية في المحكمة، والدفاع المكتوب أو القدرة على إن أنت تكتب دفاع مكتوب، والدفاع الشفوي، القدرة على إن أنت تدلي بدفاع شفوي، لأن في فرق كبير جدا ما بين مهارات وآليات وتكتيكات الدفاع المكتوب ومهارات وآليات وتكتيكات الدفاع الشفوي، تمام؟ وجزء أخير هي طريقة التعامل مع الموكل نفسه، تمام؟ أحلى حاجة بقى في الليلة دي ها هي الدفاع المكتوب والدفاع الشفوي. الأعمال الإدارية إذا وصلت أو وصلتي للنقطة اللي تحسي فيها اللي أنت ألميتي بالاعمال الاداريه وتقدري ترفعي قضيه وتقدري تخشي المحكمه ما تتوهيش فيها، خلاص يكفيكي الالمام وما تضيعيش وقتك اكتر من كده في الاعمال الاداريه. ركزي مجهودك او ركز مجهودك في اللي انت تبقى بتعرف تكتب او اللي انت تبقى بتعرف تترافع شفويا، لان بس وفي نفس الوقت ما ينفعش تبقى مش ملم بالاعمال الاداريه، هيضحك عليك هيضحك عليك مش هتعرف تدور مكتبك لما تكبر ويبقى حابب عندك مكتب. يعني حد هيقول لك رحت الموظف وقال لي كذا وكذا وكذا، ممكن يكون يعني مش امين في عرض المشكله، تمام؟ انت بقى لو انت كان عندك المال بالاعمال الاداريه هتبقى فاهم هو بيتكلم صح او بيتكلم غلط. بس خلاص الاعمال الاداريه دي ما تضيعوش فيها عمركم، ما تضيعوش فيها عمركم، الميت بيها. بس خلي بالكم بالنسبه للاعمال الاداريه بيحصل لها ابجريدنج، يعني دايما بيحصل لها حاجات الحقيقه بتتحدث بس بتتحدث، فانت من وقت للتاني ما يعني طل كده عن المحكمه. يعني انا مثلا قبل ما اسافر كان تصوير المستندات وحفظها في المحكمه من خلال المايكروفيلم، دلوقتي في حاجه اسمها المسح الضوئي السكانر، يعني الدنيا بتتحدث، فانت لازم تكون ملم بالقصه دي. ولكن ذروة سنان المحاماة في القدرة على كتابة الدفاع المكتوب والإدلاء بالدفاع الشفوي. رائع.